قناة الراوي لأجمل القصص والروايات. قصة النهاردة اسمها الغراب والتعبان. كان في غراب عايش على شجرة، وكان جنب الشجرة دي جحر تعبان، وكل ما ربنا يرزق الغراب ببيض يجي التعبان ويهجم على البيض ده وياكله كله. طبعا الغراب الامر كان بالنسبة له صعب جدا ومضايقه جدا، بس مش عارف يعمل ايه مع التعبان. فالغراب راح لصديق ليه وحكاله على اللي بيحصل من التعبان، وقال له انا مش عارف اعمل ايه، اتعامل معاه ازاي، انا بفكر اني اقف عند الجحر بتاعه لغاية ما ينام واهجم عليه وبالمنقار بتاعي واخبطه في عينيه لغاية ما يتعمي وانتقم لولادي. فصاحبه قال له لا استنى، اوعى تعمل كده، انت كده هتعمل زي الطائر اللي تربص بالسرطان لغاية ما قتله. قال له ايه حكاية الطائر اللي تربص بالسرطان ده لغاية ما قتله؟ قال له بص يا سيدي، كان في مرة طائر عايش جنب بحيرة، وكان على طول بيصطاد سمك من البحيرة دي، وكان عايش على الرزق اللي ربنا بيبعته له فيها، لغاية ما كبر ونظره ضعف وما عادش بيقدر يصطاد، لدرجة ان الجوع خلاص هيقتله وما عادش عارف يعمل ايه. فقعد يفكر في حيلة ان هو يصطاد فيها السمك بدون ما يتعب، لانه خلاص جسمه مش قادر. وفي يوم من الايام عدى عليه السرطان، فلما عدى عليه السرطان بدأ ينفذ الخطة بتاعته، وبدأ يتظاهر كده ان هو حزين وزعلان. فالسرطان بيقول له مالك انت زعلان ليه، ايه حكايتك؟ قال له بصراحة النهاردة كان في صيادين جايين عشان يصطادوا من البحيرة دي، بس سمعت واحد منهم بيقول للتاني انا اعرف بحيرة تانية احلى من البحيرة دي وفيها سمك اكتر من البحيرة دي بكتير، فخلينا نروح البحيرة التانية الاول نصطاد منها، وبعد ما نخلصها نبدأ نرجع للبحيرة دي نصطاد السمك اللي موجود فيها كله. طبعا السرطان خد الخبر من هنا وطلع جري على البحيرة، وبدأ يبلغ السمك ويقول لكل السمك اللي في البحيرة خلي بالكو في صيادين هيجوا يصطادوا السمك اللي هنا كله، بس هم راحوا بحيرة تانية وهيخلصوا وهيجولنا. فالاسماك مش عارفة تعمل ايه، فجالهم الطائر قال لهم انا اعرف غدير قريب من هنا، في اسماك كتير وفي مية كتيرة، ممكن انقلكوا هناك عشان ما يصيبكوش اي اذى. طبعا الاسماك كلها صدقت المقولة بتاعت الطائر، وبدأ الطائر ينقلهم اتنين اتنين، ياخدهم في بقه كده وينقلهم. طبعا الطائر لكان بيوديهم عند غدير ولا عند حاجة، وكان بيعمل ايه، كان بياخدهم ويروح في حتة كده ورا ويبدأ ياكلهم بدون ما حد يشوفه، لغاية ما جه الدور على السرطان وقال له انقلني مع الاسماك. طبعا الطائر نظره ضعيف، فخد السرطان، واول ما قرب على المكان اللي فيه الاسماك السرطان لمح العظم بتاع السمك كله موجود، فعرف ان الطائر ده نيته مش كويسة وانه لا يعرف غدير ولا يعرف حاجة، وكان بياخد السمك ده بيموته وبياكله. فلف السرطان على رقبة الطائر وكاله من رقبته لغاية ما موته، ورجع السرطان للسمك وعرفهم اللي حصل، وده كان سبب في ان الطائر اتقتل. فالغراب قال لصاحبه طب انا اعمل ايه دلوقتي، انا ولادي كل ما ربنا يرزقني باولاد يجي ياكل البيض. قال له انا هقول لك على فكرة حلوة قوي هتخلصك من التعبان ده ومن شره، بس عشان ما تقعش في مشكلة. قال له طب قول لي اعمل ايه بالله عليك. قال له بص يا سيدي، شايف بيوت الناس اللي في القرية اللي هناك دي؟ قال له اه. قال له هتروح وتحاول تسرق اي حاجة من الذهب اللي عند الستات اللي في القرية دي، وهتاخد الذهب ده وتروح ترميه في الجحر بتاع التعبان، وهم هيقوموا بالباقي. الفكرة عجبت الغراب جدا وطلع جري على القرية، وشاف واحدة ست معدية كده وخطف السلسلة بتاعتها وطلع يجري. طبعا الست صوتت وقلبت الدنيا، الناس كلهم اتجمعوا وطلعوا يجروا ورا الغراب. طبعا الغراب كان بيطير بالراحة على اساس ان هم يلحقوه ويعرفوا هو رايح فين، وبالفعل وصل الغراب عند جحر التعبان ورمى السلسلة فيها. الناس جم شافوا السلسلة في الجحر بتاع التعبان، هجموا على التعبان وقتلوه وخدوا السلسلة بتاعتهم، وبالفعل اتخلص الغراب من التعبان ومن شره بفضل نصيحة صاحبه. وهنا نفتكر حاجة كويسة جدا،
ان انت لازم تاخد اراء الناس، بس انصحك انا نصيحة تانية، انك تستخير ربنا قبل ما تاخد اي قرار. لا خاب من استخار ولا ندم من استشار. فلازم انك تستخير ربنا الاول وبعد كده تستشير الناس، وربنا هيهديك لعمل الصح.